السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، من فضلك يا شيخ مصطفى، عندي 3 أسئلة. سالي، السؤال الأول، ما حكم الحيض المتقطع؟ الحيض يعني يوم يكون في حيض، يومين يكون تمر تاني، وبعدين يوم يكون حيض، وبعدين يكون ظهر تاني، هكذا. يعني حيضته الأيام اللي فيها الظهر واجب فيها الاغتسال والصلاة. هذه المرأة تسأل، تحيض 7 أيام في الشهر، اليوم الأول ينزل الدم، الثاني ينقطع، الثالث ينزل، الرابع ينقطع، الخامس ينزل، السادس ينزل، يعني في تتخلل مدة الحيضة مددا ليس فيها حيض، هل تغتسل فيها وتصلي ولا تغتسل؟ تقولان العلماء، اختار العلماء القائلين بالتلفيق، يعني سموها التلفيق، يكون من أول يوم إلى آخر يوم كله حيض، كله حيض، تمتنع المرأة فيه حتى ترى القصة البيضاء أو الجفوف.